السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات من مدرسة توليب والياسمين الليبية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة تقنية المعلومات للصف الثالث الثانوي. وصلنا مع بعض إلى الفصل السابع اللي هو بعد بعنوان أدوات الديسك المرئي، وده إن شاء الله آخر فصل في كتاب تقنية المعلومات. إن شاء الله يكون بسيط ونستوعب الجزء اللي فيه بشكل بسيط. أول عنوان من أدوات البيسك المرئي هو الإطار، الفريم. الإطار أو الفريم ده أصلاً جزء موجود داخل الفورم. فاكرين إحنا كنا بنعمل فورم إزاي؟ أدي الفورم عندي أهي، تمام؟ أدي الفورم، وإحنا كنا خدنا إزاي ننشئ فورم أو نزيل فورم، تمام؟ أو نضيف فورم جديدة وهكذا. داخل كل فورم دي في فريم، الشكل بتاعه كده، تمام؟ الفريم ده يا شباب بيبقى عباره عن كونتينر او حاويه تضم عناصر كتير مرتبطه ببعضها. داخل الفريم ده ممكن اعمل اشياء كتير جدا، تمام؟ اشياء منطقيه واضع ازرار واغير اللون بتاع الفورم وهكذا. ادوات كتير جدا كلها مرتبطه ببعضها. تعالى نشوف نفتكر الشكل مع بعض بشكل عملي. هو لو انتوا فاكرين، تعالى كده نشوف الشكل. ادي ادوات البرمجه بلغه فيجوال بيسك لو انتوا فاكرين. الادوات بتاعتها الخصائص بتاع الادوات دي كلها بتختلف خصائص الادوات باختلاف الادوات، ولكن هناك خصائص مشتركه تشترك فيها كل الادوات، وايضا هناك خصائص لكل خاصيه لوحدها او كل اداه لوحدها كلها لها خاصيه مختلفه عن الاخرى، ولكن هناك ادوات مشتركه. تعالى نشوف كده لو فتحنا البرنامج اللي احنا هنشوفه. ادي فتحنا البرنامج عندنا الفيجوال بيسك، بيطلع الفورم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ داخل الفورم بيبقى فيه فريم كده، ده داخل الفريم اهو، بتبقى فيه خصائص اهو كتير جدا كلها خصائص مشتركة اسمها البروبيرتيز، فاكرين؟ على اليمين كده، تمام؟ منها التشيك بوكس، منها الاسم، بنغير الاسم، منها بنعدل الخلفية، الكالر، الباك كالر بتاعتها، كل دي خصائص مشتركة وبتربطهم ببعض، ولكن كل واحد من كل الأدوات دي بيعمل خاصية مختلفة. القصة عندنا هنا، بس خطوه لورا كده، ان الادوات دي معظمها ادوات جاهز اهو. هو البرنامج الفيجوال بيسك جايب لي ادوات بشكل جاهز انا بستخدمها بشكل تلقائي، ممكن اسحبها اعمل لها دروب هنا داخل الفورم واستخدمها بالطريقه العاديه، او ان انا اكتبها داخل البرنامج مفيش مشكله، ممكن اكتبها، ولكن الاسهل ان انا هي موجوده جاهزه وابدا استخدم هذه الادوات، تمام؟ طب ايه العلاقات اللي بينهم من بعض؟ تعالى نشوف كده العلاقات. اهو قلنا كل دي خصائص مشتركه بينهم من بعض، ولكن هناك علاقات ممكن تربطهم ببعض. ايه العلاقات دي؟ تعالى نشوفها كده مع بعض. اهو ايوه، دي الخصائص المشتركه بين الادوات. زي ايه؟ تمام، زي الاسم، تمام، زي التكست، زي نوع الخط، زي الكالر، زي الباك كالر، زي اللوكيشن، زي السايت، كل دي خصائص مشتركه بينه وبين الادوات. حبيت اوريكم شكل البرنامج، لكن نرجع للدرس بتاعنا مره اخرى، تمام؟ يبقى احنا عرفنا ان الفريم ده اللي داخل اللي جوه داخل الفورم ده عباره عن كونتينر كبير جدا بيحتوي يضم عناصر، العناصر مرتبطه منطقيا او وظيفيا مع بعضها في مجموعه واحده، وعاده ما تحوي هذه الاداه صناديق التحقق او الخيارات او العناصر الموجوده داخل الاطار، تعتبر كتله واحده، يعني كل الحاجات اللي في الفريم دي عمليه عناصر كتير ولكنها تعتبر كتله واحده تتحرك مع بعضها عند تحريك الاطار كما هو في الشكل، يعني الاطار ده كل ما يتحرك كل الحاجات الوظائف اللي جوه دي تعتبر كلها كتله واحده تتحرك مع بعضها باختلاف انواع.
ايه العديد من الخصائص لهذه الاداه؟ تمام، يوجد العديد من الخصائص لهذه الاداه، اداه الفريم، وبعدها يشبه خصائص الادوات الاخرى. نذكر منها خاصيه الكابشن لادخال العنوان. فاكرين احنا كنا عايزين ندخل عنوان معين ونحطه في الاطار، تمام، وخاصيه فونت الخط، وخاصيه اللي هي ايه، الاتجاه، عايز رايت ولا ليفت. تمام، هنشوف بعض الامثله عشان نفتكر. طيب الجدول التالي يبين الخواص المهمه لاداه الاطار. الاطار اللي احنا شفناه الفريم اللي فيه حاجات كتير جدا، تعال نشوف الخصائص بقى اللي جوه اللي انا قلت لكم عليها. تمام، كلها معظمها خصائص مشتركه بين الادوات، زي نيم، ده اسم الاداه نيم. تمام، استخدم تعريف الاداه اثناء كتابه البرنامج، ممكن اغير الباك كلر لتغيير الخلفيه، انا عايز اغير الخلفيه. البوردر ستايل اللي هي الاطار بتاع الكابشن لاضافه عنوان للاطار نفسه. انيبل تشغيل الاطار، وقد تكون نعم او لا، بنعم او لا الاجابه، مخلي المستخدم يجاوب او بنعم، نعم او لا. نوع الخط ايه، وهكذا. الكلر ايه، والرايت والليفت والفيزبل، كل دي حاجات مشتركه. طيب احداث وطرق الاطار. في يا جماعه في حاجه اسمها طرق وفي احداث، عشان نبقى ايه واخدين بالنا من الموضوع. تمام، الاحداث الايفنت دي هي الاداه اللي انا ايه عايز المستخدم يستخدمها، بمعنى ان انا اقول له لما تيجي لما يشوف دي هيعمل عليها كليك عشان تطلع، او هذا الحدث لو عمل عليه دبل كليك يشتغل، او الدراج دروب يسحبه ويجيبه هنا، كل دي احداث. طب الطريقه اللي هو بيستخدمها ايه، زي الموف، زي الريفرش، كل حاجه من الادوات اللي احنا اللي جايه دي هتستخدم احداث معينه. تمام، زي الكليك والدبل كليك والدراج دروبس، او طرق معينه زي الموف زي الريفرش. يبقى الفريم عندي بيستخدم الاحداث دي، تمام، اللي هي الكليك، دبل كليك، دراج دروب، او الطرق، او طرق معينه دي احداث، الطرق زي الموف او ريفرش. تمام، والاخيره تستخدم لاعاده رسم الاداه باحدث خواص، وعمليا لا نحتاج لهذه الطريقه لان الديسك البار ايه يعيد رسم الاداه تلقائيا عند التغيير صفاته. تمام، يبقى الفريم دي هتستخدم الاحداث دي، تمام، الكليك والدبل كليك والدراج دروب، والطرق بتاعتها هتبقى موف او ريفرش. هتقابلنا حاجه ثانيه، تمام، داخل الكتله بتاعت الفريم حاجه اسمها التشيك بوكس او صناديق التحقق. التشيك بوكس دي لما عايز انا المستخدم بتاع البرنامج اديله مجموعه من الخيارات يختار منها واحد او اكثر، فبعمل له حاجه اسمها صناديق التحكم، التشيك بوكس. تشيك بوكس تستخدم صناديق اهي، تعال نشوف كده بتستخدم في ايه. صناديق التحقق تستخدم صناديق التحقق او صناديق الاختيار المتعدد عندما ترغب. انت عملت البرنامج اهو، في اعطاء مستخدم البرنامج، انت برمجت برنامج وعايز المستخدم بتاع البرنامج ده، تمام، عندما ترغب في اعطاء مستخدم البرنامج مجموعه من الخيارات ليختار منها واحد او اكثر خيار في نفس الوقت، ممكن يختار واحد او اكثر في نفس الوقت. وعاده ما توضع صناديق التحقق في اطار واحد يجمع هذه الخيارات تحت عنوان واحد، يعني صناديق التحقق دي بتخش جوه فريم واحد. تمام، على سبيل المثال لتحديد نمط الخط غامق ولا مائل وتحتوي خط في نفس الوقت، نستخدم صناديق التحقق، وتكون صناديق التحقق مربعات الشكل، وتظهر بداخلها علامه صح عند اختيار الشكل. عند اختيار، تعال نشوف كده مثال عليها زي ما بيقول هو الشكل 2/7 اهو. انا دلوقتي لدي الاختيار زي دي كده، انا عندي فريم اهو، وانا قلت الفريم ده هو الكونتينر اللي بيحتوي على حاجات كتير، ادي الفريم اهو، احط جواه حاجه اسمها تشيك بوينت اهي، دي اللي تشيك اهي، واقول له اختار هنا، لو اختار هنا هتطلع علامه صح، او اختار دي او اختار دي حسب الاختيار، انا بخليه يختار منها. تمام، يبقى صناديق الاختيار دي لما عوز المبرمج
معوز المستخدم، انا اسف انا المبرمج، معوز المستخدم بتاع البرنامج يختار واحد او اكتر من حاجه في نفس الوقت، بعملها له جوه الفريم ده تمام، واقول له تشيك يعني اختار تمام. طيب في مجموعه من الخصائص برضو، احنا قلنا الخصائص بتاعت الفريم كانت كتير، في خصائص اخرى برضو بتستخدم داخل صناديق التحقق دي تمام. ايه هي الخصائص دي؟ تعال نشوف. من خاصيه الكابشن برضو دي لاضافه العنوان للصندوق، ممكن احط عنوان هنا عند كلمه تشيك دي، ممكن احط عنوان، شايفين التشيك اللي فوق دي اهي، ممكن احط هنا عنوان اللي انا عايزه تمام، حاجه يختار منها حسب البرنامج اللي انا عايزه تمام جدا. فاليو احط قيمه، احدد حاله الصندوق هل هو مؤشر تم اختياره ام لا، يمكن تحديد هذه الخاصيه اثناء فتره التصميم او التنفيذ، وتاخذ 3 قيم تمام، وصفر وتعني غير مؤشر، واحد تعني مؤشرا، 2 وتعني مؤشرا جزئي تمام. طيب جميل، ممكن احط صوره، بيكتشر، اضافه صوره للصندوق، ممكن احط صوره، الصوره مخزنه في احد وحدات التخزين، انا بحط صوره عندي ما تكون انا حاططها على الجهاز تمام. طيب وممكن اعمل حاجه ثانيه اسمها ايه، داون بيكتشر، يعني اضافه صوره للصندوق عند اختياره اثناء التنفيذ، ممكن اخليه اقول له اختار صوره او اضيف صوره حسب ما انا عايز. طيب ايه الاحداث والطرق المستخدمه في صندوق التحقق ده؟ قلنا الفريم بنستخدم فيه ايه؟ بنستخدم فيه الكليك والدبل كليك تمام؟ او ممكن دي بالنسبه للحدث، اما بالنسبه للطرق فكنت بستخدم الموف والايه؟ والريفرش. هنا بقى نستخدم ايه؟ اهم الاحداث المستخدمه تمام؟ هي الاحداث المتعلقه بتغيير القيمه زي الفاليو تمام؟ عند تأشير اختيار الصندوق نستخدم الحدث ايه؟ اهو نستخدم الحدث ايه؟ لما اجي اختار بدوس على الحدث كليك، يعمل كليك تمام؟ يدوس كليك كده فيعلم علامه صح، يؤشر بعلامه صح تمام جدا. طب ايه الطرق اللي انا بستخدمها؟ تمام؟ ده الحدث الايفنتس. طب ايه الطرق اللي انا استخدمها؟ قليله جدا، زي ايه؟ زي موف وريفرش وسيت ايه؟ فوكس تمام؟ 3 حاجات. طيب تمام. المثال اللي احنا هنشوفه دلوقتي يستطيع المستخدم ادخال جمله معينه ويغير الشكل بتاعها، شكل الخط في الجمله الى غامق الى مائل وتحتها خط كما هو موضح اهو. انا عملت كده اهو، شايفين؟ كلها داخل فريم واحد، داخل فريم. هكتب له هنا، اكتب ايه؟ اكتب اللي هو عايزه. المستخدم يكتب البرمجه بلغه البيسك المرن تمام؟ ممكن احط له اكتر من اختيار يختار، عايزه غامق؟ عايزه مائل؟ يعمل كليك هنا يبقى غامق، يعمل كليك يبقى مائل، يعمل كليك يبقى تحته خط. تعالى ممكن نشوف البرنامج ده ممكن يتكتب ازاي. ده هيبقى برنامج فرعي تمام؟ تعالى، البرامج الفرعية التالية توضح كيفية تغيير شكل الخط أثناء تنفيذ البرنامج، يتم اختبار قيم صناديق التحقق، فإذا تغيرت القيمة فاليو من 0 إلى 1 فهذا يعني أنه يجب تغيير الخاصية المطلوبة من فولس إلى ترو تمام. تعالى عندنا أهو برايفت سب، إحنا قلنا البرامج الفرعي بيتكتب بهذا الشكل، برايفت سب تشيك، ونقول له الحدث بتاعي اللي انا استخدمه واستخدم كليك تمام، وهقول له خلي بالك لو التشيك بوينت الاولانيه دي صندوق التحقق ده اداك 1 اوكي تمام، 1 التكست بتاعك دي فونت هتبقى بولد، تبقى ترو، تبقى صح كده تمام، وبعدين اقول له اند اف وخلاص اند سب. طيب البرنامج الفرعي لسه ليه تكمله، هقول له طيب التشيك بوينت الثانيه، لو انتوا فاكرين بص كل دي تشيك بوينت، ادي تشيك بوينت، تشيك بوينت، تشيك 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 تشيك، كل واحده تشيك بوكس منهم يعني تمام. لو هو عمل صح عليها هينفذ الخاصيه بتاع مائل، او ينفذ الخاصيه بتاع غامق، او ايه، او تحته خط. تعال نشوف هنا التشيك بوينت الثانيه، يقول له ايه برضه صب تشيك بوينت، ولما يعمل كليك الحدث بتاعي ايه؟ كليك تمام جدا. هيقول له اف تشيك بوينت مينلي،
الفاليو بتاعها بواحد، يعني هو علم صح. اوكي، خلي الفونت بتاعه الفونت ايتاليك، يعني خليه ايه؟ ايتاليك، تمام؟ يعني مائل، خليه مائل، يبقى كده صح خلاص. طيب البرنامج الفرع الاخير التشيك بوينت الثالثه دي هيقول له برضو خليها كليك، دوس لما يدوس على كليك اذا نفذ الامر اللي جاي ده. اف تشيك فاليو بتساوي واحد، لو هو عمل عليها علامه صح، then text one فونت اندرلاين، يعني حط خط تحت الفونت ده وترو واقفل البرنامج واند سب البرنامج اللي انا عملته، تمام؟ هتطلع القيمه اللي احنا شفناها. طيب تمام. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها ازرار الخيارات، تمام؟ الاوبشن راديو بوتونز، تمام؟ الازرار دي اللي هي شكلها كده، شايفينها دي؟ اللي بتبقى جواها دايره، الثانيه كانت جواها ايه؟ علامه صح، بينفذ صح، تمام؟ ازرار الخيارات تسمى ايضا بازرار الراديو، اي ان تاشير احد الخيارات يلغي تاشير الازر الاخرى. لما اجي اختار واحده بس بختار قيمه واحده بس، تمام؟ بقول له اختار هنا فيختار قيمه واحده، لو انا غلطت وقلت لا ده انا هدوس هنا فبيلغي الباقي. يعني اي خاصيه بتختار خاصيه واحده بس، لو انت غلطت اخترت دي وحبيت تعدل بوست هنا هيلغي اللي انت اخترتها الاولانيه زي ما احنا شايفين هنا، هو مختار ده فالاثنين هيبقوا ايه؟ صفر. طب لو انا حبيت اختار ده هيلغي ده ويختار ده بس، تمام؟ اسمها الراديو بوتونز. طيب تمام، الخصائص بتاعتها ايه هي؟ تمام، تشبه خصائص صناديق التحكم، نفس صناديق التحكم تشبهها شويه والصوره وغيرها، اما خاصيه فاليو فتاخذ قيمتين، هنا بتاخذ قيمتين بس، تمام؟ الثانيه كانت 0 1 2 دي بقى، او ترو اور فولس، لا دي بتاخد خاصيتين بس، يا اما صح يا اما غلط. لذلك انا بستخدم القيمه دي بتاعت الازرار الخيارات دي، لو انا عندي اكثر من اختيار 5 6 هو بيختار واحد منهم بس، تمام؟ اهم الاحداث والطرق اللي احنا بنستخدمها، تمام؟ هي نفس احداث وطرق الصناديق التحقق اللي احنا خدناها تشيك بوكسز، وايضا يستفاد منها في قيمه الفاليو لانجاز الوظائف المطلوبه. وفي المثال التالي يستطيع المستخدم ادخال جمله معينه ويغير لون الخط الى احد الالوان الاحمر او الاخضر، الاحمر او الازرق او الاخضر او الاصفر كما هو موضح بشكل عام. شوف المثال ده، تمام؟ اهو شفت هنا بقى، هنا هناك انا كنت ممكن فوق في التشيك بوكس ممكن اختار من اكتر من اداه وكلهم مع بعض، هنا ما ينفعش لازم اختار حاجه واحده بس، تمام؟ وليكن هو كتب البرمجه بلغه البيسك وانا عملت له هنا الوان احمر اخضر اصفر ازرق، تمام؟ لو اختار ازرق ما يعملش، ما يقدرش يختار اي حاجه ثانيه غير اي حاجه يقف عليها هي بيختارها هي الوحيده بس، تمام؟ يبقى دي فائده الازرق، تمام؟ طب تعالى نشوف البرنامج الفارق ده بيعملها ازاي. هو عندنا ازرار اختيار، وادي البرنامج بتاعه، تعالى نشوف هيطبقه ازاي. طيب برضو برايفت سب اوبشن، اوبشن 1 تمام، بنسميها الاوبشن، بقول له ايه؟ برضو هيبقى كليك، لو دوس دبل كليك خلاص تكست 1 فور كلر، اختار ده في بي ريد، تمام؟ يعني اللون الاحمر، خلاص لو داس عليها كليك هيختار اللون الاحمر خلاص ويقفل. كذلك الجرين، تمام؟ هيعمل كليك لو اختار عليه اختار الجرين، تمام؟ لكن ما يقدرش يختارهم كلهم مع بعض، صعب جدا اختيارهم مع بعض. طيب تمام. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها صندوق القائمه، ليست بوكس. ايه صندوق القائمه ده؟ لو انا عندي برنامج وعايز اضيف فيه لسته مثلا بقوائم الدول، مثلا احط لسته بقوائم الدول بتاعتي، واقول البرنامج ده لما اضغط مثلا على ليبيا واضغط على ليبيا تطلع لي كلمه العاصمه بتاعتي طرابلس، طرابلس طلع لي كلمه طرابلس، لما ادوس على مصر طلع لي القاهره، تمام؟ لما ادوس على تونس طلع لي تونس، وهكذا كل عواصم الدول، تمام؟
تعال نشوف البرنامج ده، يبقى دي لسته من القوائم، لما تدوس على اي واحده منهم في اخر القائمه يطلع لي النتيجه بتاعتها، بس يعمل لي لسته من القوائم. تستخدم صندوق القائمه لعرض مجموعه من الخيارات، وتم كتابه هذه الخيارات اثناء البرنامج او اثناء التنفيذ، عادي جدا وانا بنفذ او انا ايه عامل برنامج. عند التشغيل يستطيع المستخدم اختيار احد الخيارات من قائمه الصندوق، تمام، بالنقر عليه. الشكل التالي ده بيوضح اداه التحكم بتاعتها، اسمها ايه هي؟ اسمها ايه؟ الليست بوكس. اي ليست بوكس. طيب الجدول يبين اهم خصائص والطرق في صندوق القائمه، ليست بوكس دي. منها اول حاجه ايه؟ اسمها الاد ايتم او الكلير او الكولومز او الليست. كل واحده من دول خاصيه مهمه جدا، يعني الاد ايتم اضافه عنصر الى القائمه، كلير الغاء جميع العناصر من القائمه مثلا، كولومز تحديد عدد اعمده قائمه اعمده قائمه العناصر، وتاخذ القيمه لاما صفر لاما واحد لاما اثنين، تاخذ ثلاث ايه؟ قيم. قائمه ليست لتحديد قيم عنصر معين في القائمه، حيث ان تحدد الفهرس، يعني حط ليست واحد ليست اثنين ليست ثلاث، تحدد لي الفهرس بتاعه ويطلعه، تمام. الليست كاونت لتحديد عدد العناصر، عد لي العناصر. الليست اندكس للحصول على رقم العنصر المختار من القائمه. المالتي سيلكت تسمح للمستخدم اختيار اكثر من عنصر في القائمه، تمام. ريموف ايتم ان لحذف عنصر معين من القائمه، تمام، وهكذا. طيب تمام، تعال نشوف مثال على هذا الكلام، تمام. ايه الاحداث بتاعتها؟ احنا قلنا في احداث وطرق. ايه الاحداث هنا؟ الاحداث هنا لا اما دبل كليك، لا اما كليك، لا اما دراج اوفر، تمام. لا اما استخدم الدبل كليك او الكليك او ايه او دراج اوفر. طب تعال نشوف مثال عشان نفهم القصه دي. هو اللي انا قلت لكم عليه صندوق بيحتوي على قائمه من الدول، عند النقر على اي عنصر منها تطبع عاصمه البلد المختاره في صندوق النص اسفل القائمه كما هو واضح. لو انا دست على ليبيا ضغطت على ليبيا هتطلع لي هنا ايه؟ طرابلس. لو ضغطت على مصر المفروض تطلع لي هنا القاهره، ضغطت على السعوديه تطلع لي مثلا الرياض، ضغطت على تونس وهكذا. تعال نشوف كده البرنامج ده ممكن نعمله ازاي. اهو بنعمل ايه؟ برايفت سب فور لود، اهو حمل، تمام، واقول له ايه؟ الليست الاولانيه ليست 1 اد ايتم ليبيا، حط لي هنا ايتم اسمه ليبيا. الليست 2 اد ايتم حط مصر. الليست 3 اد ايتم السعوديه. الليست 4 وهكذا، ليست 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 ليست، وحط لي هنا ايتم كتير. الليست الاولانيه دي اللي فوق كلها ليست واحد، انا اسف، ليست واحد 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 واحد، حط لي اد الايتم ده، اد كل ده في الليست الواحده بس، حتى لما ادوس عليها يجيب لي كل الليستات كل اللي مكتوب فيها واختار. طيب جميل، خلاص انا حطيت كده قفلت. طيب تمام، لسه هنكمل، هنعمل برنامج فرع تاني. احنا قلنا البرامج الفرعيه دي ميزه كبيره جدا ان هي لما يكون عندي اهداف كبيره ابدا اجزاها بحيث اوصل للهدف. احنا بنجزأ البرامج الفرعيه دي عشان عايزين نعمل برنامج معين او برنامج كبير. طب البرايفت سب ليست واحد، خلاص اهو ليست واحد، لما اضيف على الليست واحد ده، تمام، ليست واحد ده ليست اندكس بتساوي واحد، اول ما ادوس على الليست واحد ده، تمام، واعمل عليه كليك، ايه اللي بيحصل؟ التكست دي تكست دوت تكست يكتب لي ايه؟ يكتب لي طرابلس تحت في القائمه بتاعتي، تمام؟ اهو قفلت. وكذلك القاهره، ايه في الليست الاولانيه؟ ليست اندكس، اخترت الرقم 2 من القائمه لانها صفر دي اول واحده، وبعدين واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه حسب ما اختار من القائمه. لو انا اخترت من الاندكس دي الان 2 او الان 1 لان الاندكس بتبدا من صفر، فانا اخترت من الاندكس صفر اللي هي كانت ليبيا، طب اخترت من الاندكس 1 كانت كانت مصر، فاول ما تلاقي الاندكس 1 اطبع كلمه القاهره، لما تلاقي الاندكس 2 اللي هي تالت حاجة
بتاعت السعوديه اعمل لي اطباع للرياض، وهكذا تونس اطباع لتونس، الامارات اطباع لايه؟ ابو ظبي، العراق اطباع لبغداد. خلاص قفلت كده، تمام؟ قفلت البرنامج. تمام جدا. وهكذا. يمكنني بقى ان انا كمان احذف عنصر من عناصر القائمه باستخدام ايه؟ ريموف ايتم. ممكن ان انا اشيل جزء من ايه؟ من القائمه، تمام؟ عن طريق امر اسمه ايه؟ ريموف ايتم. تمام؟ مفيش اي مشكله. اقول ليست واحد ريموف ايتم اثنين، هيشيل الايتم رقم اثنين. طيب تمام. طيب الطريقتين اللي فاتوا كانت احد الطرق، انا ممكن اختار خيار واحد بس، ما اقدرش غير اختار خيار واحد. والطريقه اللي قبليها كان ممكن اختار خيارات متعدده، تمام؟ طب هل في طريقه بتجمع بين الاثنين؟ ممكن اجمع بين الاثنين؟ ايوه ممكن اجمع بين الاثنين. خاصيه او طريقه جديده اسمها الصندوق المركب او القائمه المنسدله، اللي هي اسمها الكومبو بوكس. الطريقه بتجمع بين مزايا صندوق النص وصندوق القائمه، تمام؟ اللي انا ممكن اختار ميزه واحده او اختار اكتر من حاجه، المستخدم البرنامج ممكن يختار، ولهذا سمي بالمركب، اسمها بالصندوق المركب. فهو يستخدم لعرض القائمه، تمام؟ ويسمح لنا مباشره من خلال عمليه النقل بادخال او تغيير اي عنصر كما يتوح، كما يتيح لنا امكانيه تغيير قائمه الخاصيه تكست اثناء فتره التنفيذ. صندوق القائمه يتوح القائمه يتيح فقط امكانيه استرجاع الخاصيه تكست، تمام؟ بتاع القائمه بايه؟ بيخلينا يتيح بس لنا استرجاع الخاصيه تكست، لكن ده ممكن نغير فيها بسهوله. الخصائص بتاعته ايه؟ قلنا ليه خصائص وليه ايه؟ حدث، تمام؟ خصائص اللي هو بيستخدمها ايه؟ تتشابه خصائص هذه الاداه مع اداه صفات صندوق القائمه. واهم خاصيه تتميز بها هذه الاداه هي ستايل. خاصيه اسمها ستايل، وتاخذ ثلاث قيم، تمام؟ اللي هي الاو دروب داون كومبو. هذه القيمه تجعل الصندوق المركب يشبه صندوق النص، وعلى يمين سهم نحو الاسفل لسرد عناصر الصندوق. يعني ممكن نحط صندوق وفي سهم كده، لو ضغطنا على هذا السهم، تمام؟ هنلاقي هنا في سهم لو ضغطنا عليه، هنشوف مثال دلوقتي حالا اهو، هنا شايفين السهم ده؟ لو انا ضغطت عليه يجيب لي كل القيم، الاول كانت مكتوبه لكن دلوقتي بيتيح ليا ان انا اقدر ادوس على السهم مخفيه، بحيث ان انا ادوس عليها اقدر اجيبها كلها. السهم ده بنسميه ستايل، خاصيه الستايل الجميله دي بتعمل شكل جميل جدا في البرنامج. طيب جميل. تاني خاصيه اسمها السيمبل كومبو، وان سيمبل كومبو، تمام؟ وهنا يختفي سهم السرد لان عناصر الصندوق تكون ظاهره كمان. يعني ممكن ايه؟ لو الصندوق ده جواه اكتر من اختيار ممكن اعمل عمليه السهم. طب لو في اختيار واحد ممكن يزيد عملية السهم وتبقى هي ظاهرة للايه؟ للمستخدم يختار منها، تمام؟ الخاصية الثانية اللي اسمها ايه؟ التو دروب داون ليست، تمام؟ ودي بتشبه النمط الأول من ناحية الشكل، صندوق النص وسهم السرد، تمام؟ طب ايه الأحداث وطرق الصندوق المرتب؟ ايه الأحداث بتاعته؟ تمام؟ الإيفنتس بتاعته اللي هي ايه؟ الدروب داون، تمام؟ ويعمل مع القيم الاولى والثالثه الخاصيه ستايل، جميل جدا. والتشينج ممكن نغير فيها، تمام؟ والدبل كليك من خلال الدبل كليك. الطرق بتاعتنا هتبقى ايه اللي انا بستخدمها؟ بستخدم كلير، بستخدم اد ايتم، بستخدم ريموف ايتم. يعني ممكن ان انا اضيف او احذف او ايه او ازيل كل الحاجات اللي موجوده وخلي الفريم فاضي وادخل فيه اللي انا عايزه. طب تعال نشوف مثال كده يوضح هذا الكلام، نختم بيه الدرس. المثال التالي يوضح نموذجا يحوي المعلومات الشخصيه للطالب.
تمام، بحيث يدخل الطالب اسمه، يدخل اسمه ورقم منزله واسم الشارع، ثم يختار من القائمه المدينه التي يسكنها، يبقى القائمه بتاعت المدن دي، قائمه المدينه دي انا هدخلها مسبقا بتاعتي. تمام، تعال نشوفها كده. طيب انا عندي اهو الاسم، دخل اسمه محمد علي ابراهيم مثلا، رقم الشارع هو اللي بيكتب اسم الشارع هو اللي بيكتبه. تمام، المدينه بقى بيختارها ازاي؟ لو عمل دبل كليك هنا او عمل كليك هنا على ده، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع له بقى مدن طرابلس وبنغازي وهكذا، كتير جدا اسامي مدن هو بيختار منها، بيسلكت على واحده بس ويبدا ايه يختار منها. تمام، طيب تمام، تعال نشوف الروتين او البرنامج الفرعي اللي هو بيستخدمه. الروتين التالي يبين كيفيه استخدام القائمه المنسدله في البرنامج. نقول هنا في قائمه منسدله، تنزل من هنا اهي، تمام اهي، هي دي القائمه اللي انا بدخلها، لكن هو بيدخل بقيه القائمة. طيب جميل، عن طريق الروتين فورم لود، ان انا بحمل الحاجات دي، بعمل اد. طيب تمام، تعال نشوف كده. ويتم اضافه المدن عن طريق استخدام جمله اد ايتم. تعال اهو برايفت اهو الروتين ده او البرنامج الفرعي، هنسميه فورم لود، واقول له كومبو، لان انا بعمل كده ايه، بستخدم الخاصيه الجديده اللي هي الكومبو بوكس. تمام، كومبو واحد في نفس الاطار ده، اد ايتم طرابلس، اد ايتم بنغازي، وهكذا، مصراته، سيرت البيضاء، طبرق، وهكذا، واقفل هذا البرنامج. يبقى انا كده خليته يعمل سيلكت من ايه؟ من داخل ال 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 الايقونه اللي انا محددها له، يبدا يختار من مستخدم. بالتالي انا سهلت عليه، بقت الطريقه سهله جدا، قللت منها شكل البرنامج. لو انا بستخدم الطريقه القديمه هكتب هنا بنغازي طرابلس كتير جدا، وهتبقى الشاشه كبيره جدا، وربما ترهق عين المستخدم. كده الطريقه دي هتبقى سهله. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الدرس، ان شاء الله هنعمل مراجعات سريعه، وان شاء الله ابعت لكم حلول كل تمارين الكتاب دي، ومذكره سهله وبسيطه ومتوفره. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.